يسعد اوقاتكم شباب، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة. اليوم في عنا فيديو جديد لسيارة فوكس فاجن باسات 2012 ديزل 2 لتر موتور اورو 5 بمعدلة سان ريم او حزام التوقيت او شرط صدر او تريجا سيتي باللغة التركية. يا ريت تشوف الفيديو ونتعلم فيه سوا تعليمي خطوة بخطوة. واللي عنده اي سؤال او اي استفسار كتبنا بالتعليقات، واللي عنده اي طلبات لفيديوهات جديدة كمان كتبوه بالتعليقات. اخوكم ابو سمير، تعالوا نشوف الفيديو سوا. السلام عليكم. شايفين شباب، هلا اول شيء بنفك غطاء المحرك الداخلي، بنفك دب المي، بنفك طرمبة او مطرمة بلتر الديزل، وبنفك الحساسات. كل شيء موجود بهالمنطقة هاي مفضية، هالمنطقة لازم كلها تطلع. بنتبهوا على فك الخراطيم، خاصة خرطوم دب المي الفوقاني احيانا بينكسر بيكون ضعيف. هلا بنرفع السيارة عشان نفك الدولاب، بنفك البلاستيك من تحت عشان يكون الشوط كله واضح عنا. إجباري لازم نفكه عشان نفك شوط الموتور تبع الدينامو، نفك بكرة الجرانك. ايش في أمور لازم كلنا نفكها حتى السيارين تصير قدامنا عشان نبدله. هلا بنفك حط مفتاح 16، بنفك الاشواط تبع الدينامو. شايفين شلون شباب؟ وبعدين عنا البري التحتاني، هذا السمنة الصغيرة تبعت بوري المي، هي كمان لازم نفكها عشان نفك مع وراها البري تبع اجر المحرك. هون بنحط 10 نجمة او مشرشر بالسوري عشان نفك بكرة دقل. اذا البكرة قاسية
بتدقوه محل السن العريض، شايفين؟ او من جوا، شو هتطلع معكم؟ ما تدقوا على السن الناعم عشان ينضرب محله شوط. هون بتحطوا 30 تورك عشان تفكوا البراغي تبع غطا 90 ريم او غطا شاط صدر. بنزل المحرك على كعب خشب او على هاي، بتبغوا زي هاي عشان تكون قاسي كتير، وبتنزل شوي شوي عشان ما ينكسر معك الكارتير. بنزل المحرك يرتاح على كعب خشب او على شيء يسنده، فلما تفك الاجر هاي المحرك ما يسحل كتير معك، بيكون ثابت. لما تركب اجر كمان شوي شيء يسند المحرك عشان تحسن تحط الاجرين. هون هلا بدنا نطالع اول محرك او الاشاره، يعني رقم الصفر. هون نقفل ترمبه الديزل، نقفل الكرانك، ونقفل الميل السنتري. يلا في صوره واضحه، هون محل الكرانك اشارته واضحه عندكم. هون اشارات تاع ترمبه الديزل تبع ميل السنتري، محل ما نحط الاوفيل. هاي تاعت الكرانك، تمام شباب؟ تنتبهوا بعد ما تقفل بتفك. إذا ما وقفت المحرك ما بتفك ولا شيء من نشاط السيارة، تنتبهوا على الشغل يا شباب. مثل ما شايفين هون عم نفك برغي، بتت برغي تبع ميل السنتريك، دش السنتريك. هذا بتعير انه بفتح اليمين يسار، فيه حركة اوانس. حتى كمان عنا الدش التاني تبع طربة الديزل كرافشتوت، كمان لها تلت براغي، بوجه براغية 10 نجمة مشاشر. شايفين شباب؟ ترخون ترخاي، هدول براغي تبع ميل السنتريك تبع الديزل، ترخون ترخاي. انه اثناء تركيب الشاط الجديد هدول بفتوا معكم يمين يسار، بكونوا حرات. يعني انت قافل الدشلي بالمسمار، لكن الدشلي بتعمل بيتحرك معك، هيدا امر طبيعي. وتركب شوط جديد عشان يتعير معك. خلص شوف شلون هو التركيب، شلون راح الشوط يرقص معنا قبل ما شد البرغي تبعك. والله انا عم فك طرمبة المي او الباسا بومبا، الا تلات براغي 10 بنسحبن. واذا كانت الطرمبة كامشة، وهي بتكون كامشة اغلب الاحيان من استعمال السنين، حتى براغي هيك بنقصة خفيفة شي على الخفيف تطلع معنا. ونحط تحت السيارة طشت او شي نفضي فيه مي عشان ما يكب الارض. واضح عندكم بالصورة انه في تحت السيارة طشت عشان مي. بس تبدا المي بنشيل الطرمبة القديمة، هلا بنحط الطرمبة الجديدة. هاي الطرمبة الجديدة، هلا بنركبها بنشد.
الباذنجان شايفينه هذا خاص لفك الصبالم. هذا بنستعمله عشان نفك البرغي الميروس، هذا بسموه صبلمة. هذا مصمم معيار 8 ملي. السيارة الضوئية الديزل بيجي لي مع الطاقم التسري الصبالم بيجي لي، فالأفضل إنك تبدله أو تحط صمنتين. شايفين البعج التحتاني هذا شعري بالسهم، بدخل فيه الشبارولي أو البيليا هاي، تفوت جواته عشان تقفل أثناء الحركة. هلا بعد ما شدينا نحط مفتاح 19 نجمة مكتوب الصورة عشان نفتح المحرك من تحت. نفتح البرمتين كاملة، متأكد من شغلنا انه ما في اي خطأ بالتركيب، انه الخطأ هون بكفى تركيب المحرك. الله يحميكم. تمام شباب،
الله شباب، بعد ما خلصنا بدنا نعبي مي للسيارة، يا ريت تعبي مي جديدة أحسن من القديمة. هيك شلون إن شاء الله يكون خالص وضعنا كله تمام. اللي له أي اقتراحات أو أي آراء يا ريت تحكيها بالتعليقات، وإن شاء الله بنسمعكم. اللي عنده طلب لأي فيديو جديد أو سؤال كمان اكتبه بالتعليقات، وإن شاء الله بنرد عليكم بأقرب وقت. تمام شباب. هلا بنرفع السيارة ونكمل التركيب. طبعا احنا عبينا مي اول ما نرفع السيارة، عشان وقت نرفع اذا في تهريب مي يبين معنا، هذا السر انتبه عليه. اول ما ترفع السيارة تعبي مي، اذا في كب بين معك من هون. لا انت صارت السيارة فوقك وانت تحت السيارة، فكل شي بين معك، كل شي عندك بكون واضح. تمام شباب. هلا هون مثل ما شايفين خلصنا، نركب سد البراغي، بعدين بنحط له شوط تبع الموتور. اكتر الناس بتركب بالطريقة هاي اللي شايفينها قدامكم، هالطريقة غلط، بتعذب بشوط ما يركب معك، بيعذبك كثير. شايفين شلون الطريقة الصح؟ انك تحط الشوط بالعكس. شوف شلون تركب الشوط. اول شي عبكت الجرانك، بتبعت مكيف تعيفه اخر الشي، هيك مفتاح بيطلع معك على الاخير. محمود وصل. محمود وصل. بعد ما خلصنا وصلحناها وركبناها، جبنا السبعين كله تمام. عجبكم الفيديو عملنا لايك، اشتركوا في القناة. سلام.